قائمة المنتخب الأولمبي رأيك فيها إيه؟ إيجابياتها وسلبياتها؟ اختيار الثلاثة الكبار، عدم وجود صلاح ومصطفى محمد، شايف الموضوع ازاي؟ بص أنا يمكن اتحطيت مع كابتن شوقي في كأس العالم للشباب واختيارات. حلو، 2001. اختيارات، بص الاختيار بتبقى صعبة جدا. طبعا. أنت كل اللعيبة الجيل ده عايز يروح يلعب كأس العالم. كل الجيل بتاع الأولمبيات عايز يروح يلعب أولمبيات. صح. اللي هي أكبر حاجة في يعني من اكبر البطولات في العالم، مش عايز اكلم طبعا. بس المره دي يمكن وقتها كان اختيارات معقوله وفاهمينها، ماشي، بتبقى في واحد انت بتخاف تظلم حد. يعني بتقعد تتكلم وتقعد تحسب، خاف تظلم حد. طبعا الكابتن شوقي عنده مشكله، الله يكون في عونه. ماشي. ليه بقى؟ عنده جيل كان لصف الجيل ده ل 35 لعيب. ماشي. انت مطلوب منك في ال 35 تختار 15 لاعب. 15 ده اللي هو ال 11 الاساسيين اللي هم مواليد 97. 11 اساسيين؟ لا لا مش 11، امال الجيل نفسه بمواليد 97. ماشي. اوكي، تاخد 15 وتختار 3 كبار. حلو، 3 كبار بس. و15 من جيل انت صفيته في مدار 3 سنين. ماشي. صفصفته على 35 لعيب. حلو، في 35 كويسين، كل واحد عنده طموح. طبعا. فشوقي يختار 15 واحد بس ويجيب 3 كبار. ماشي. فدي مشكله لشوقي كبيره. طب الثلاثه الكبار من وجهه نظر حضرتك هم الانسب؟ الحجازي والوينش وشناوي. من وجهه شوقي غريب. لا ما هو خلاص، ده احنا اتفقنا. هو حس يمكن العمق ده اللعيبه يمكن ما بتلعبش في السن ده كتير. ماشي. الاقوى يجيب عايز يحمي المكان ده بحارس مرمى باثنين قدامه لازم احميها، فقفلها. فهو من وجهه نظره جايب الاثنين بتوع منتخب مصر الكبار. ماشي. الوينش وحجازي وراهم ممتازين ووراهم الشناوي. ماشي. هو كان نفسه يجيب محمد صلاح طبعا. طبعا كان يعني انا اي مدرب يتمنى محمد صلاح موجود معاه نفسيا حتى للعيبه الموجوده. طبعا قائد ونجم. وشوقي مسافر عايز يجيب يعمل حاجه. يعني شوقي مش مسافر، لا مسافر عنده امل كبير جدا يروح لابعد مكان. نقدر نعمل حاجه؟ يقدر. الارجنتين واسبانيا واستراليا. الجيل ده كويس، يعني يمكن لو عديت من المجموعه، مجموعه صعبه قوي. مجموعه صعبه كده. لو عديت من المجموعه هتقدر توصل لها يعني. بس هي صعبه جدا يا كابتن حماد. بص هو لعب ثلاث مدارس مختلفه. لعب مع البرازيل. مع البرازيل. وكسب ولعب مع جنوب افريقيا. لعب مع فرق كبيره. هتعادلنا باقي مع البرازيل مش فاكر. تعادلنا؟ مش عارف تعادل ولا كسب. بس الاداء كان رائع. ماشي. الاداء كان حلو جدا. فشوقي المؤشرات عنده كويسه. المؤشرات بطل افريقيا. ومؤدي بطولة قوية جدا. وعندك نوعية اللعيبة، عندك رمضان صبحي، عندك أقرب، عندك الشناوي، عندك حكاية صلاح محسن، صلاح محسن، عندك مجموعة كويسة. إمام عاشور. تقدر تعمل حاجة كويسة جدا. المجموعة قوية. فأنت بتكلم على اختيارات. طب خليني أسألك على حاجتين عملوا ضجة، اختيار عبد الرحمن مجدي وعدم اختيار أحمد عبد القادر. بص يمكن يعني أنا يعني في البطولات زي ديت انا خدت بطوله افريقيا بمجموعه لعيبه شاركوا في المشوار الكبير معايا. ماشي. بيبقى الاولويه ليهم. ليه؟ حتى لو هو مش مستوى، حتى لو هو راجع من يمكن الصوت. الناس كلها بتعتب على شوقي اللي هو خد عبد الرحمن مجدي ما بيلعبش في الاسماعيلي. بالظبط كده. فالاجابه عند شوقي بقى ده الاسماعيلاويه نفسهم مستغربوا. الاجابه عند شوقي مش ما اعرفش شوقي يعني ممكن لما محمد صلاح ما جاش حطه. لكن انت خدت بريم عادل لعيب كويس قوي ولاعيب 2001 وما كانش معاك في الاولمبياد. صح. فانت كسرت القاعده وخدت دوت فالناس يعني هو انا عارف دماغ شوقي انا بختار المجموعه اللي ماشيه معايا المشوار كله بنقي احسن الحالات اللي موجوده حاله كويسه قوي هاخده معايا. ماشي. وخدت الناس اللي ظهرت في الدوري بشكل كويس وبيلعب في افريقيا واحتك كويس بريم عادل خدته. ماشي. شوقي واخد 22 لعيب عنده 4 يخرجوا بره. و18 موجودين. فممكن وارد ان عبد الرحمن مجدي يبقى من الاربعه. ممكن يبقى من الاربعه. يبقى ما اخدش حد اساسي هنا وبتاع هيخش في المنافسه وبتاع فخلينا في ال18 اللي هم هيسافروا ويلعبوا اللي موجودين معايا وهلعب. يعني تقريبا اول ما يبتدي اول ماتش مالكش حق التغيير تقريبا. خلاص ما انت في الاول بقى. بالظبط كده. بالظبط.